باعتباره الأول أسبوعيا يعني، لكن برنامج بقى واحد من أهم خمس برامج. برنامج بيترأس تحريره الكاتب الصحفي محمود بكري، ومدير التحرير وائل ربيع، ومحمد آياتي، وفريق الإعداد مصطفى عزت ومختار العسكري وعبد الفتاح النادي وأحمد عبد الرحيم، والإخراج زميلنا المتميز دائما مجدي يونس. كل الشكر لمجلس إدارة قنوات صدى البلد برئاسة الأستاذ محمد أبو العنين اللي وفر كل يعني وسائل الدعم والرعاية لنجاح البرنامج، وشكر للمشاهدين ولمؤسسة وشوشة. أيضا في توقعات لحركة تلفزيونية الأيام الجاية، توقعات الزميل الدكتور خالد أبو بكر هيشارك الإعلامية بسمة وهبي في التوك شو الرئيسي على قناة أون، ربما يبقى في يوم مشترك بينهم وكل واحد فيهم ياخد 3 أيام، ده الاقتراح المطروح حتى الآن. وائل أبراشي زميلنا الإعلامي هيسيب قناة أون عشان يعمل التوك شو الرئيسي في القناة الأولى بالتلفزيون المصري بالمشاركة مع الإعلامية ريهام السهلي. الإعلامي أيضا حسام الحداد هيشارك الإعلامية لبنى عسل التوك شو الرئيسي على قناة الحياة. الإعلامي عمرو خليل هيشارك الإعلامية ريهام إبراهيم التوك شو الرئيسي على قناة سي بي سي إكسترا. يحتمل عودة الإعلامي أسامة كمال إلى قناة القاهرة والناس، وعودة الإعلامية أمان الخياط على قناة سي بي سي إكسترا. بعد وقف بث قناة تن الزميل نشأة تديهي، الحقيقة أنا بحييه وبعرب عن تقديري الحقيقة له ولموقفه، يحتمل أيضا أن يقدم برنامج في إحدى القنوات المصرية أو العربية في الفترة المقبلة. كل التحية وكل التحية.